الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. في لحظة من لحظات الأسى، حين تضيق الأرض بما رحبت وتغريك النفس في ارتكاب معصية في حق ربك، وتمضي دون أن تدري في طريق الشيطان، ولا تعي على نفسك إلا وأنت واقع في المحظور، مضيع للحدود، فرطت كثيرا في جنب الله، إلى من يكون الملجأ؟ وباب من ستقرع هو بطبيعة الحال لمن رأى فستر، ومن استغفرته فغفر، ومن أطعته فشكر. في العادة حين يخاف الإنسان شيئا يفر منه إلا الله، من خافه فر إليه واحتمى به منه، إنه الفرار الآمن الذي يذوق قلبك برد هواه، ويسخن اضطراب النفس حين تلقاه، ويسكن جفن العين حين الاحتماء به. والإنسان في هذه الدنيا في رحلة سيره إلى الله في فرار دائم، فهو يفر بكامل قوته إلى الله، لأن خلفه الشيطان ووعده المشؤوم بأن يجعله من أصحاب سقر، ويفر من زينة الحياة الدنيا المنقطعة إلى نعيم الآخرة الدائم، يفر من مراتع المعصية إلى ظلال الطاعة الفيحاء، ويفر من مجالس الغفلات إلى مجالس الذكر والخيرات، ويفر من ضعفه إلى قوة القوي المتين، ويفر من فقره إلى غنى الله المطلق، ويفر من جهله إلى علم الله الواسع، ويفر من خوفه إلى أمن المؤمن الشكور، ويفر من معصيته إلى مغفرة الغفور، ويفر من الله إليه، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم في منزلة الفرار إلى الله: منزلة الفرار إلى الله لها معان دقيقة، أن تفر من سخطه إلى رضاه، أن تفر من موقف أو من كلام أو من تصرف يسخطه إلى موقف أو كلام أو تصرف يرضيه، من عذابه إلى رحمته، من محبة الدنيا إلى محبة المولى، من مجالسة المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى مجالس المخلصين. فروا من مجالسة الغفلة، فروا من مجالسة الغفلة إلى مجالسة الذكر، من مقام الجهل إلى مقام العلم، من المعصية إلى الطاعة. أمهلتني وأنا المقصر دائما، وأنا صغير قد عصيت كبيرا، فاغفر لعبد قد أتاك مهرولا، يرجوك لا يرجو سواك مجيرا، إني فررت إليك ربي خائفا، إني فررت إليك ربي خائفا، أخشاك لا أخشى سواك نقيرا.